مظاهر رمضانية عديدة تختلف وتتنوع من مدينة ليبية إلى أخرى، إلى أن موائد الرحمن واحدة من المظاهر المشتركة في كل المدن. المجتمع الليبي بصفة عامة، يعني مثلا بنغازي عادي يقدم في المساعدة، في اللي يقدم في فلوس، في اللي يقدم في مية، في اللي يقدم في حليب، في اللي يقدم في خبزة، في اللي يقدم في وجبات. عندنا شخص يعني هذا ثاني سنة يومين يجي في 40 وجبة جاهزات، يعني عارف، فهذه عندنا يعني كمسلمين، فهمت قصدي؟ إلى جانب طبعا الفطرة متاعنا، نحن مجتمع ليبي محافظ ويحاول هو يقدم المساعدة والخير للناس جميعا. يعني ورغم استمرارها ككل عام، يلاحظ تراجع عدد موائد الرحمن بسبب الظروف الاقتصادية التي حدت من قدرة الكثيرين على تنظيمها. والله هو أثر عظيم جدا يعني بالنسبة لنا، نحن كنا نحكي نفسي أنا والمتطوعين يعني وجماعة فوضية كشاف بنغازي، إن خدمة أهلك وناسك وخدمة الناس يعني هذا أعظم شرف ممكن تحصل عليه، فأنفعكم وأنفعكم للناس. ويؤثر تراجع موائد الرحمن على الكثير من الفقراء في ليبيا الذين كانوا دائما أكبر المستفيدين منها، لا سيما في ظل الغلاء غير المسبوق الذي طال كل شيء، بما في ذلك السلع الغذائية الرئيسية. يمر رمضان على الليبيين هذا العام في ظل أزمات اقتصادية صعبة، وهو الأمر الذي أثر على الأعمال الخيرية المعتادة وموائد الرحمن التي قلت لكنها لم تنقطع على الإطلاق. فرج حمزة، الحرة، بنغازي.